السلام عليكم ورحمة الله، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا صحيحين معافين. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم وصفة خفيفة ظريفة، اللي هي وصفة شريمب سكامبي، يعني المكرونة بالقمرون. ولكن انا تجاوزت شويش الوصفة الرئيسية اللي هي وصفة ايطالية امريكية، وعملت فيها اللمسة المغربية اللي دائما ان شاء الله غتكون حاضرة نادرة في جميع الاطباق ديالي باذن الله. فلازم ان شاء الله تجربوها وتذوقوها لانها لذيذة بزاف، خصوصا بالاضافة اللي عملت لها. ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. مقاديرنا كتعدى على رؤوس الاصابع. فعندنا القمرون غادي نقشروه من بعد ان شاء الله ولا بد، وعندنا السمك ابيض. هذا التغيير، انا غيرت فعود سكامبي، عملت هذا السمك الابيض، فممكن تعملوا اي نوع متوفر لكم. عملت التوم، القشده الطريه، المكرونه اللي هي على نوع البيني او اي نوع متوفر. ومطبيعه الحال التوابل اللي غادي استعملتها يعني بسيطه جدا، فيها الملح والابزار، الكمون، الفلفل الحار السوداني، والقليل من القزبرة الناشفة مسحوقة. الماء عندي في الطنجره بدا تقريبا كيغلي، زدت له شويه ديال الملح والكمون والابزار والثوم وزيت الزيتون اللي هي عنصر اساسي في انجاح هذه الوصفه هذه، وهي اللي كتعطي لها اللذه. فبحال اللي كتشوفوا عملتها في المقله، سخنت وضفت لها الثوم وغادي نشحرها شي شويه، ومن بعد عاد غادي نبدا نضيف لها القمرون حتى هو يتشحر شويه، حتى كياخذ ديك اللوين الوردي الفاتح، وعاد نضيفوا الطريفات ديال السمك. فالوصفه ما كتاخذش معنا اكثر من 10 دقائق، كتكون فعلا وجدت يعني بدون مبالغه. ومن طبيعة الحال من بعد ما غلينا الماء، ضفنا له المكرونه اللي غادي نحركوها مره باش ما كتلصقش وما كتعجنش. والطريقه ديالها راها واضحه، تقريبا بين 10 دقائق حتى 12-13 دقيقه كتكون وجدت. ومن بعد ما تشحرنا القمرون كنضيفوا له قطع السمك ونحركوه تحريكه خفيفه لانه دغيا كيذوب وكيتفتت. ودابا نضيفوا التوابل ديالنا اللي على راسها الملح، الكمون، القزبره الناشفه، والفلفل الحار السوداني يعني غير شي شويه، والابزار، الابزار تقريبا معلقه صغيره. المهم بغيتو تنقصوا شي حاجه تزيدوا كيبقى لكم الاختيار، ولكن كنعطيكم الوصفه اللي كنعملها انا معتمداها وكتجي لذيذه بزاف. ومكون اخر هذا دائما صراحه كيرافقني في بزاف ديال الاطباق اللي هو الكمون، يعني زريعه الكمون، فكنفركها بحال اللي شفتوها هذاك بين يدي وكنضيفها. هذه اضافه اللي بغاها يعملها، اللي ما بغاهاش ماشي مشكل، ولكن صدقوني وعن جد كتزيد واحد النكهه رائعه جدا. وفحال اللي كتشوفوا معايا من بعد تقريبا 7 حتى 8 دقائق كان وجدنا السمك ديالنا. فغادي نضيفوا له القشده السائله، القشده ديال الطبخ طبعا. كنعمل هنا، عملت انا هنايا تقريبا نصف لتر، فكيبقى لكم على حسب الذوق وعلى حسب الكميه ديال السمك اللي عملته. نحركوها شي شويه وكنخليوها كتبدا كتغلي باش كتعقد بوحديتها. ومن طبيعه الحال من بعد ما كطيبنا المكرون ديالنا كنصفيوها، كنضيفوها داك الخليط ديال السمك مع الكريمه
وكنحركوها شي شويه شحال اللي حتى كتلبس لنا الباستا ديالنا بالصلصه ونقدموها. بطبيعة الحال منين كنجيو لهاد المرحله هذه كيبقى الملعب ديالكم زينوها بالطريقه اللي بغيتو بالصحه وبالراحه ان شاء الله. انا اكتفيت هنا بالطماطم السوغيز يعني طماطم الكرز قطعت الانصاف وعملت شويش ديال السوداني مع شويش ديال المعدنوس هكذا مقطع يعني صغير، وان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، واكيد خصكم تردوا عليا الخبر وقولوا لي كيف جاتكم بالطريقه ديالي وبالنكهه ديالي. وفحال ديما اذا عجبتكم الفيديو وعجبتكم الوصفه اليوم ان شاء الله ما تنساونيش بزاف ديال اللايك والشير والكومنت، واشتركوا في القناه اذا باقي ما اشتركتوش وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وخليت لكم الراحه والرحمه، والسلام عليكم ورحمه الله.